فرح، اولا يعني كنتي النهارده منوره وزي القمر وواثقه كده في نفسك. الثقه دي جبتيها منين؟ بثقه في نفسي. انت هتقولي واثقه في نفسك؟ طب عرفيني بقى عن يعني عنك اكتر. انا فرح حسن حامد الكومي، عندي 17 سنه، بلعب تنس طاوله، برقص فنون شعبيه وكمان بورسر. الله، كل ده. طب تحبي نبدا بالشعر الاول؟ اوكي ماشي. انت باينه انت بس اشمعنى احنا مش باينين؟ لا انت باين اهو، اهو صورتك اهو. جمع جابله صورته لو سمحت اهو. انت اهو على الهوا والله. ما تجيبونيش يا جماعه، لا هما انتوا الابطال، انتوا الاساس. النهارده الحلقه احنا النهارده بنحتفل بيكو ومبسوطين جدا بيكو جدا جدا. طيب اشمعنى بقى الشعر يا فرح؟ انا كنت في الاول كنت بورسر، طنطا بيضا مامي هم بحفظوني، طنطا بيضا بتبعت السعر لمامي على الواتس، وامي هي اللي بتحفظني كل يوم مرسمة. مامتك هي بتحفظك الشعر؟ اه. صلاح، مش عايزين نلعب بيهم يا صلاح، الميداليات الكتير ما شاء الله اللي معاك، عشان صوتهم طالع. ممكن؟ ماشي. اي حطهم كده وثبتهم، ما تلعبش بيهم عشان صوتهم طالع. انا جايه لك دلوقتي حالا. مامتك اللي علامتك الشعر صح؟ لا، طنط عبير هي اللي علامتني. طنط عبير. انت بتحبي اصلا الشعر؟ من وانت صغيره؟ من صغيره صغيره. انا كنت في الاول كنت بقول شعر خالص. ما كنتش بتقولي شعر؟ لا خالص. ها اول شعر كانت تاتو الحمقاء اللي هي اول ماضي. انت طنط عبير هي اللي قالت لي الكلام، وانا قلته في اذاعه في المدرسه. قلتيه في الاذاعه عندك في المدرسه؟